ومن مسائل الصوم أن ما نزل من الإنسان من الدماء ولو كانت كثيرة إذا كانت من غير اختياره لا تؤثر. لو أن إنسانا سقط فانجرح جرحا بالغا ثخينا متدفقا فإنه لا يؤثر. لما؟ لأن هذا بغير اختياره. أما إذا حصل باختياره، وطبعا الإنسان لا يمكن أن يعتدي على عضو من أعضائه إلا إذا كان خارجا عن عقله، لكن لو أن الإنسان مثلا أراد أن يتبرع بالدم فسحبت منه دماء فإنها تفطر وتؤثر على صومه، لأن هذا شبيه بالحجامة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.